أهلاً وسهلاً بيكم. هنعمل النهاردة وصفة سهلة وسريعة وجديدة ومش محتاجة تحضير، يعني في ربع ساعة كده تبقي خلصتي الأكل. هنعمل إيه؟ هنعمل طبق اسمه تشيكن كاسارال، تقدم مع رز أبيض زي ما تحبوا. وهنعمل كمان حاجة أنا شايفة اختراع، بديل الكريمة اللباني. مكونات بسيطة، كريمة بقت غالية ومكونات موجودة في بيتنا كلنا، يعني لو مزنوقة في أي وقت عايزة أعمل وصفة محتاجة فيها كريمة لباني، إن شاء الله الوصفة دي تفيدكم وتعجبكم. أول حاجة هبدأ بيها، في طاسة هسخن الطاسة، أحط بقى شوية زيت ومعلقة مادة دهنية. هنزل بس الزيت الأول عشان الطاسة سخنت. معلقة زبدة واحدة، تمام. هنزل البصل والفراخ مع بعض، يعني مش محتاجة أحمر حاجة واستنى، أنا هنا مش عايزة أدي صدمة للفراخ، فهنزلها عادي، طاسة سخنيتها كويسة. نزل البصل، أول ما الفراخ تستوي البصل يدبل معايا، الخطوة دي كده تكون خلصت معايا. رش بس شوية فلفل وشوية ملح، كده الفراخ خدت التشويحة اللي أنا عايزاها. هنزل المشروم، مكعبات برضو عشان الطبق ايه يبقى متناسق كده. المشروم اخد التشويحة اللي انا عايزاها، هنزل الفلفل الاخضر والزيتون الاخضر، كده الفراخ اخدت السوى اللي انا عايزاه وكله اتشوح مع بعضه. هاخدها احطها في طاجن او بايركس اللي هيدخل الفرن، وفضل نعمل الكريم. كده حطيت كل المكونات في الطاجن، اسويها بس كده وابتدي اعمل الكريمة. هنزل تقريبا كوباية من اللبن ورشة سكر، معلقة صغيرة تقريبا. هو السكر بقى التريك في السكر هنا، هو ده اللي هيديلي طعم الكريمة. معلقة نشا كبيرة، طولوا مع البارد كده، النشا والسكر دابوا معايا، هنزلهم بقى على النار. هقلب بس، اول ما القوام يبقى كريمي معايا هقفل عليه. كده القوام ظبط معايا، هقفل النار، اديله رشه فلفل اسود، رشه ملح، حته جبنه صغيره، معلقه كده تسيح معاها تديها طعم حلو. بس هو من غير اضافه الجبنه انا كده عملت بديل الكريمه اللبيه. هننزل بقى الكريمة على البايركس بتاعنا، تمام. نحط على الوش الجبنة الموتزاريلا، آخر حاجة معايا رشة زعتر. هندخله الفرن على درجة حرارة 180 تقريبا ربع ساعة، أو أول ما الجبنة تسيح نطلعه. كده التشيكن كاسرول خرجت من الفرن وفتحنا الشوايه، الجبنه ساحت، وده شكل الطبق، بنقدمه مع رز ابيض. يا رب الوصفه تعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تابعونا على اليوتيوب انستغرام والوصفه.com. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.